قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كل عمل من الأعمال الدينية لا بد أن يتوفر فيه شرطان حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، ليس فيه شرك. والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله من الشرك والبدع وسائر ما ينقص العمل الصالح أو يبطله. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله، وذلك في قوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يشرعه الرسول فإنه مردود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكل عمل لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. وما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود غير مقبول. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. مما يوجب على المسلم أن يهتم بعمله من ناحية الإخلاص لله فيه، ومن ناحية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن كذلك فإنه عمل باطل ومردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. فالمسلم إنما يعمل العمل يريد من ورائه الثواب، وما دام يريد من وراء عمله الثواب من الله فليحقق هذين الشرطين في العمل: أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك، أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا إحداث. وذلك إنما يتم بتعلم العقيدة الصحيحة والسنة النبوية حتى يسير عليها في عمله مخلصا ومتابعا، مخلصا لله ومتابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن عمله يكون هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.